بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع، ركعت حتى ملني الركوع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع. يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء، يا قدس يا منارة الشرائع، يا قدس يا طفلة محروقة الأصابع. أبيات قالها نزار قباني، حبيت نبدأ بها اليوم في هدرة أخرى، لأنه في بعض الأحيان وفي مواقف كيف ما هكا يغيب عنا الكلام. مرحبا بكم الكل في هدرة أخرى في الموعد هذا جديد، وإن شاء الله تعديوا معنا وقت باهي كالعادة. نحب نرحب بماجد معنا كالعادة ومجموعته، بالجمهور اللي حاضر معنا اليوم، جميلة الشيحي وحاتم بالحاج، ويغيب علينا اليوم مهدي ارتقام، عنده بعض الالتزامات نسلموا عليه ونقولوا له ان شاء الله تكون معنا الجمعه الجايه. اهلا بيك جميله. اهلا وسهلا. شنو احوالك؟ صافا لاباس. حبيت نبدا بالايفينمون اللي صار البارح، هو افتتاح ايام قرطاج المسرحيه، ولو انه كانت سهريه الافتتاح فيها برشا وجيعه معناها على الشيء اللي عشناه في الاسبوع هذايا واللي حسيناه على القدس وعلى فلسطين، ولكن هذا ما يمنعش انه الحياه تستمر، وانه بالاكيد بالتظاهرات والمسيرات معناها الشعب يعبر ويقول كلمته، ولكن زاد مهم انه بالثقافه زاد الفنانين والمثقفين والمسرحيين يعبروا على الموقف هذا. دونك نشكر برشا اداره المهرجان ومدينه الثقافه على حفل الافتتاح اللي صار البارح في المسرح البلدي، واكيد الدوره هذه دوره 19 فيها طعم خاص باعتبار انه رجعت المسابقه الرسميه، ومحليها وقت اللي هكا تكون فما نكهه خاصه بين الممثلين، لانه الممثل خاطر قدمنا شريط كرمنا فيه الناس اللي فقدناهم ديغون 2017، والفنان باحساسه المرهف محليه معناها في الاختتام وقت اللي يتحصل على نوع ما من الاعتراف، ونقول له يعطيك الصحه ما نستناوش حتى اللي نفقدوه. اكيد صحيح. هذاك علاش نحب نقول ان شاء الله لاباس للممثل القدير عيسى حراث. وي. اللي يمكن ما حكاوش عليه برشا رغم اللي حالته الصحيه تعبه، وفي الايام هذه ايام قرطاج المسرحيه فرصه باش نقولوا ان شاء الله لاباس، ان شاء الله تقوم لاباس. والسيده دلندا عبدو زاده. السيده دلندا عبدو. وزاده سي محمد يا ربي نسيت اللقب نتاعو الاختصاصي في الماريونيت، زاده هو ربي يشفيه. ربي يشفيهم الكل. حاتم. أهلا بك. حبيت زاد في نفس السياق، ولو أنه في الافتتاح أنا كنت ضد حكاية إلغاء الاحتفالات اللي كانت تصير في الشارع، كان ينجم شوية تتأقلم مع الوضع، وما ظهر لي كان الناس مش يوقع أي انفلات أمني، يمكن لأسباب أمنية ولا أسباب تنظيمية ما نعرفش، اما الإلغاء خاطر نوع من الهزيمة، معناه نوع من معناها ما تقاومش، يلزم الحياة تستمر خاصة في الحكاية هذيا، وهما راهو حتى الإعلان هذايا اللي صار
اعلان نقل السفاره معناها الاعتراف ضمنيا ما نجم زاد يحبط العزائم خاطر هذاك شي يستنيهم معناها يلزمنا نواصلوا وحتى مواقفنا اللي صارت وحتى معناها كل واحد كما ينجم فما اللي عبر على موقفه تبديل تصوير بروفيل فما اللي قاطع منتوج ولا فهمت يلزم حاجه منظمه هي سي لو جيست كي كونت في الخاطر ما قعد لنا فينالمون كان الجيست. صحيح. حاجه اخرى زاد ملاحظه لاحظت اللي برشا عباد بارتاجيو حاجات اللي مش موجوده ولا كيم هذايا رئيس كوريا اللي قال واللي قال ومعناه كيما واحد ما لقاش شكون يحتمي وراه باندي يجيه يقول فلان قال وانا باش نمحقها وانا ما صارش خرجت برشا اخبار برشا حكيت هاو قزرنا في امريكا خاطر دعاوا بالدعوات نتاع طاحوا فيهم معناها وهي قديمه وهي قديمه ومعمل فرنساوي نتاع ادويه بون برشا حاجات كيما هكا والعيب زاد اللي كونه تو كي مواطن عادي ما يلوش ماهيش خدمته اما اعلامي ريت على برشا صفحات اعلاميه تناقل لاخبار مزيفه بتتر مفتعله باش يسخنوا الناس فهمت انا حاضرين وانا نهيجوا المشاعر تعرف المشاعر تبيع والا كان معناها ما غير تثبت معناها هذا يتسمى خطا مهني خاطر ولو صفحتك هي خاصه لكن زاده اللي تبع فيك يتبع فيك مش خاطر انت اكس خاطرك يا اعلامي ويمكن يفرس على الاخبار من عندك معلومه اي نردوا بين احنا باش نرجعوا لهم المواضيع هذوما اليوم في حصتنا ومادام نحكيوا على الجمعه هذيا حبيت نقول لك مبروك خاطر كرموك اتحاد الشغالين الشبي على شوف لي حل كرمو جميله زيدا وانا وزميلتنا عارم رجيبي اللي هي اختاروها كاحسن مقدمه اخبار برشا زيدا وجوه اخرى كما فتحي مسلماني كما برشا اعلاميين اخرين زميلنا علي الشابي عادل بوهليل عصام الشوالي عصام الشوالي مجموعه صوفيان صفتا من الفنانين ومن الاعلاميين وهذا بادرة باهية هو كل عام يقوموا باستفتاء كما تعرف توا في اخر العام باش نشوفوا برشا يعني احسن الاعمال احسن الشخصيات ديما معروفين هكايا برشا منظمات يقوموا بها واتحاد شغالين شبان يقوم بها كل عام فمشكور على البادرة هذه نواصلوا مالا فقراتنا ونحب يدخل بحضنا رامي كي العاده باش ناخذوا فكره على التعليق اللي جاتنا على صفحة الفيسبوك أهلا بك أهلا يسر أهلا جميل أهلا حاتم والله حبيت نقول حاجة على الفيديوهات اللي ديما نقاهم في الفترة كيما هذه الفيديوهات اللي غالطة والأخبار الغالطة سبب بسيط برشا ما يلوجوش زعما باش يأجوا الوضع يلوجوا أكثر جيمات أكثر كومنتيرات باش يكبروا الباجات ومن بعد هيك يتباعوا معناها الغاية معناها اقتصادية أكثر منها معناها أيادي خبيثة فما صدقني إيه بركة طيب القلب ما فماش كل فما 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 هكا وهكا يحبوا يربحوا منها ما قلتش حاجة باهية أنا يحبوا يربحوا منها زعما باجات وكذا باهي كومنتيرات جاونا على الباجات نتاعنا مثلا كورتلر بتك الكليك كذا من عاش تركي ظاهر لي ولا اسمه؟ لا اسمه ولا صدقني هكا كلتك لحظه اذا تحب له حسه كان واش تقص كورتلر كوريا الشماليه ما يمكن تركي حسيل وقال جميله الشيحي كالعاده جميله في كل شيء شكرا باهي الكومنتير اللي بعده مثلا سميه بن ظافر قالت معليك يا رامي انت والشله الكل والله سهريه خفيفه اما عندي ملاحظه صغيره عليها ما تكملوش مينوي فضها مع يسرا ما كملوش نص الليل باش نبداو ديما تتوحشونا ونجيو خفيف ونمشيو خفيف هكا ولا في دور سندريلا حتى نص الليل خافوا نضيعوا صبابتنا هاي جاوبتكم جميل حاتم بالحاج الان لافيان قال لك اكسلونت روبريك كيف كيف رفيقة فاكر خليت كومنتير مثلا قالت السهرية معكم ممتعة وثرية واصلوا النجوى الأحمر ماجي قالت برافو توت ليكيب ما عليكم بون كونتينياسيون رباب بن صالح قالت برافو بوغ سيت بيل لي كلاس ايميسيون فرانشمون سي لا ميور جي بوكو ايمي لو ستيل لو نيفو لو كونتوني بون كونتينياسيون مفيد ريابي بن شادلي مهدي اللي ماهوش لنا هم ميساج قولها له قولها له فهمتي مهدي وديما كومنتيراتي هذا كان اخر كومنتير نقراو كومنتيراتكم في اخر حصه يعطيك الصحه رامي
يعطيكم صحة الكل على الرسائل اللي قاعدة تجينا، تشجيعاتكم وملاحظاتكم الكل، مرحبا بكم. وتنجموا تبعثونا اليوم زادة باش نقراو لكم من بعد، يعاود يرجع رامي ويعطينا فكرة على شنو بعثتونا اليوم في الحصة. اليوم ضيفنا سعيدة بحضوره وبحضانا في هدرة أخرى، مازال كي رجع لنا بمسرحية فركة صابون الطالية الثانية. يظهرلي كي نقول لكم فركة صابون تعرفوني على شكون نحكي، على الممثل والمنشط والمغني والحاسيلو ما شاء الله عليه متعدد الاختصاصات، معز التومي. الممثل معز التومي. أنا عندي قديش نحب نفهمك، أنت اللي أخذ بالمكتوب. المنشط الإذاعي معز التومي. الصبر وما أدراك ما الصبر، الله 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 الله. الصبر اللي اليوم نحكيه على الصبر، يعني نقولوا إحنا الكلام سهل في الصبر ولكن ديما الفعل صعيب، لأنه الصبر خصله يا عندك يا ما عندكش. المنشط التلفزي معز التومي. على سلامتكم، على سلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد الصندوق. شارك في برنامج ديو المشاهير وغنى مع أكبر الفنانين العرب معز التومي. شفتوا معز فنان شامل ومتكامل، حتى في المسرح حاضر بمسرحيته اللي لقات نجاح كبير فركة صابون مع الفنانة عزيزة بولابيان، وين تقمص دور المرأة الكبيرة ناجنيجا الضامرة اللي ما تسكتش تنقد في ظواهر الموجودة في المجتمع. والسنة رجع عنا فركة صابون الطالية 2 اللي بدأت نهار 25 نوفمبر بالمسرح البلدي، واللي أكيد باش تلقاوها في برشا عروض أخرين. نورتنا، مرحبا بك معز. مرحبا بكم الكل، فرحان برشا باش نكون موجود معاكم اليوم، لانه اولا ساعة مبروك على نجاح البرنامج، نعتبره من اهم البرامج الناجحة. عايشك. هذا رأي مقتنع به برشا، لانه نون سولمون فيه اسامي مهمة ساعة كيما جميلة الشيحي. عايش. وحاتم بالحاج. او يشرف الشبوك ومهدي. ومهدي ارتوان بيان خاطره مش لهنا، بيشطر ميديكال يدافع عليك. دونك بالحق، وخاصه وانا داخل ما نجمش نكون انديفيرون، لانه تجمعني عشره كبيره بالتقنيين الكل، وصادق وفريد اللي مقابلني، ووسيم وتوت ليكيب بيان سور، اصحابي وعشره كبيره تجمعني بيهم. تحيه لاولاد التلفزه الوطنيه الكل. مرحبا، يعيشك. مبروك الرجوع بالمسرحيه في الجزء الثاني اللي فاجات الجمهور، على خاطر هما يمكن مازالوا ما شبعوش مليح من الجزء الاول. الفركه الاولى كون كان رجعت عاودت عرضت الفركه الاولى راهم جاوا زاد بكثافه. صحيح، يعني ممكن يعني كنت نجم نواصل بها، ولكن نقول باهي عبد كي يقف في عمله هو ناجح، علاش لا؟ يعني ما يكونش ملهوف ياسر على كونه يعيش اكثر من مده اللي نتخيل انا يكفيه من العروض، ولو برشا ناس حتى الجمهور ولا ناس اللي ساعات ما نشوفهم ولا اعلاميين ولا صحفيين يقول لي علاش قصيت صابون وعروضها فيما اقبال وفما جمهور، ولكن قلت مواضيعها اللي طرحت نعتبرها ما عادش اب تو ديت، يعني ولات ماهيش دون لاكتواليتي. تبدلت برشا حاجات وزادت برشا حاجات. افكتيفمون، وانا يعني اون تونك اكتور كيف قلوقي
مش حتى كيستيون قلوقي يظل لي 6 سنين يزي يعني لا 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 ريبيتيسيون دو ميم تيكست ازعجتني نوعا ما قلت لي ما لا سوا ندخل في ابروش جديده كومبليتمون في عمل اخر يعني ماهوش في نفس الجو دايوغ بديت في عمل اخر وبعد قلت علاش لا يعني يظهر لي الطلب اللي كان عليها الرجوع نتاع مسرحيه فركه صابون احتراما للناس قلت خليني نرجع بنص جديد اخراج جديد يعني جو جديد من ناحيه حتى لا سينوغرافي الكوستيم وكل شيء هو راهو سامحني فما عندناش فما تقاليد ما عندناش في المسرح مثلا في فرنسا كي مسرحيه تنجح ينقطع اللي حتى اللي كتبها ولا يعطيوها للممثلين اخرين يواصلوا أيه. فما مسرحيات موجوده من 30 سنه برشا ممثلين احنا صارت كيف في الماريشال ولا في المسرحيات الكلاسيك مراد الثالث ولا سي با ايفيدون يعني ما سي با ايفيدون كونو تتواصل ب مثلا كي الكاريتا كانوا ينجموا تو نعملوا فيرسيون جديده نتاع الكاريتا خاطر هي حدث مثلا مهم في تاريخ المسرح والله انا جو سوي با داكور معاك حاتم في الحكايه هذه لانه سبحان الله يعني التونسي عنده نقولوا احنا الي ان بو فاك الفيرسيون هذيك كي يلقاها بشكل جديد حتى لو كان فيه ابداع وتجديد ديما يكون القبول نتاعو المقارنه لازم تطرح روحها مش فما اعمال سابقه وقتها ليه وفما يظهر لي نجم تكون خدمت في لي زاني 50 كنت تعاودها توا تولي تحكي تمشي ممكن دي زادابتاسيون جدد في لي تيكست دوتور اللي تعملوا قبل باغ اكزومبل انا حلمتي كون نعاود اون ادابتاسيون جديده باغ اكزومبل الاوتيلو ديما تستهويني الحكايه لانه نعتبر علاش ما ناخذوش ديما ناخذوا نصوص شكسبير اكزومبل علاش ما ناخذوش علي الدعاجي علاش فما نصوص علي الدعاجي حاجه هايله بون سي دي تيكست يونيفرسيل ما يموتوش على خاطر القضايا اللي مطروحه فيهم والا الحبكه نتاعهم يعني فريمون يقعدوا ديما معناتها يقعدوا لكل وقت ينجموا يتشافوا باش نكملوا نحب نقدم لك ضيفتنا اللي زادة سعيده اليوم بحضورها بحضينا في هدره اخرى فنانه بدات من 2004 في مواهب المغرب العربي ويمكن برشا ما تعرفوهاش قليله الظهور في البرامج التلفزيه ولو انه شفتها مؤخرا مع مروان خوري في طرب مع مروان خوري تحضر في قنوات اخرى خليجيه وغيره وهي مقيمه في تونس نحب نرحب بالفنانه امال الغربي أميل الغربي اكتشفها الجمهور أول مرة في مهرجان مواهب المغرب العربي ببوغارنين عام 2004 وتحصلت على الجائزة الأولى ومن وقتها وهي تحاول تحقق أحلامها الفنية حتى جاتها الفرصة وشاركت في برنامج نجم الخليج عام 2010 وتوجت باللقب غنيت مع أهم الفنانين العرب كيما لطيفة، سين الجسمي وغيرهم. يا خليلة يا خليلة يا خليلة تعاملت مع العديد من الملحنين والفنانين الكبار كيما غنية وحدك لمحمد جبالي هو غرامي لغازي العيادي وأخيرا شفناها حاضرة في برنامج طرب مع مروان الخوري وين أبدعت في الغناء
شكرا مايسترو. يعطيك الصحة، برافو، مرحبا بك. عايشك، مرحبا، مرحبا بكم وأحلاكم معز صديقي جمولة، نحبك برشا. عايشك مسيو بالحاج، أنت عم غني مسيو بالحاج، تحسوا غني عن التعريف. خويا الصورة أنت الحب كله. عايشك عايشك، مرحبا بك. وماجد وماجد خطوة، شكرا مايسترو، وتبارك الله عليهم الأولاد، حريصين على كل خطوة يعملوها. هذاك الفنان الحقيقي، شكرا، برافو. مرحبا بيك أمي، عايشك. رغم اللي ما نشوفكش ياسر في في البرامج، ما نعرفش علاش، اما حسيتك ما مش ياسر، ما انت تظهر كيما برشا فنانين اخرين. والله اللي استدعاني انا ألبي الطلب ركبا، عرفت، ما نطلبش ونقول بربي عاديوني، كي يبدا عندي جديد ديجا قبيلة حكيت مع معز نهز ونقول انا ما عندي جديد، سينو ما نقولش بربي عاديوني. لا ما تمرجش في الظهور، تحب تظهر كي يبدا عندها انت. لا عندها انت. انا بالصدفه لقيت حضورك مع مروي خوري، قعدت نسمع فيك وذكرت اللي حضرت قبل، اما تيل ماما تحضرش ياسر تتنسى شويه، ما تنسى شويه. اما انا قلت لك اللي استدعاني نجي. مرحبا بك. علاش ليه، وحاجه تشرفني برشا. والوطنيه راهو انا اول مره غنيت كانت في وقتها كانت قناه 21، كانت اول انطلاقه، واول ما غنيت كانت مع شاكر بالشيخ اللي هو صديقي المجال، تحيه حيوه شاكر بالشيخ. باهي معز، عاد جوك انت زاد الفن والطرب وكانت المشاهير، كانت مفاجأة برشا يمكن ما يعرفوكش تغني بالكيفية هذيك على المسرح. والله تجربة مهمة برشا، يعني مش موسيقية، لأنه أنا يعني ما كنتش في برنامجي، وكانت قناعة مني ما كانتش ان باركور دان شانتور، على خاطر انا نعتقد كانوا سيغتان مومون يلفو ترونشي بالنسبه ليا انا. نجم نكون منشط صوتي حلو، نجم نكون ممثل صوتي حلو شويه، ولا نادي طريف، مش معناتها لازمني نكون مطرب، لانه يعني لو باركور دان شانتور ماهوش ساهل بصراحه. ويلزم عبد يقرر، يعني يختار الحاجه اللي تقرب له اكثر لشخصيته، الشيء اللي هو اختاره. دونك كانت تجربه حلوه، تجربه تعلمت منها برشا، تعلمت منها حتى في صناعه البرامج زاده، كانت في الكواليس عشنا اشياء باهيه. والحمد لله، يعني تقعد زاد حلمه شبابه حلوه برشا. باهي احنا ياسر حقيقه مش تواضع، لان ساعات اصحابي مطربين باغ اكزومبل ونجي لهم تحيه الكل ونحبهم، ديما يقولوا لي معز علاش ما تكملش؟ ما حتى يعني ما بالحق ما سا مو سيدوي با، سا مو سيدوي با. علاش؟ لانه نقول الكم الكبير الموجود نتاع الاصوات الحلوه ما همش ناقصين مطرب اخر، وشنو هو البلوس اللي باش نعملوا؟ الي ترو تار دو فير، نقولوا احنا باركور هكا وتمشي نتاع زعما مطرب، تقعد ديما فازا. هاش بتكون جميله، شيحي تغني حاتم بالحاجه زاد صوته حلو يغني، فهمني؟ ولا كيما يجب يكون فنانين مطربين شاركوا في اعمال دراميه وكان حضور محلاه شباب، ولا في السينما كيما لطفي بوشناق، كيما برشا كانت عندهم هكا مشاركات. ولكن معز فما رينا في برشا مقالات فما لوم على مثلا الممثلين اللي وليوا منشطين، وفما شي وليوا يا حاتم، انت سيدي عارفين راهو الممثل منشط بطبيعته باغ ديفو. إيه معناها كيفاش المراه اما يقول لك وليت معناتها برشا صحفيين ومنشطين، قلت لك ما عادش لاقين بلاصه احنا كي نحلوا ديما نلقاو كاين ممثلين. هو هذا تحكي فيه برشا في الاعلام الموضوع هذايا، راهو حد في الحياة ما ياخذ بلاصة حتى حد. معناتها إذا أنت يسر موجودة هوني، مش على خاطر أنت فيك بلاصة شخص آخر، كل إنسان في مكانه لأنه في مكانه. المكان هذاك. نقطة وارجع للسطر، لازم نفيه ونحيه من بيننا التفكير هذايا. سو كومبلكس دو بوليفالونس اللي عندنا مغلوط على الآخر، ما فماش ما يحكيوش عليه في بلدان أخرى. عادي طبيعي جدا. تنشيط، خذلك شوية من الكوتي المسرح والسينما وكل، حسيت خاصة كي خدمت كل يوم في الراديو معز، لأنه كان ماخذنيش هو، لأنه حتى السينما مش ماخذتني والدراما مش ماخذتني، أنا نتعامل مع الدراما كل مترو. كان جيت متفاضية طلعت وركبت
وكان جات زحمه تقول انت مشكله الممثل ما كل خاطر ما عندناش برشا انتاج للي القايد السفينه نتاع الواحد نقول له بارك الله فيك على اللي فكرت فيا شكرا ليك أيه. نحترم فيه اختياره ليا ولكن اذا مراش نفسي في عمل درامي تهبط في اول محطه فما حتى ما غير ما نطلع يا جميل يمكن نعملها كعابره وعادي نورمال معز زاد يمكن المخرجين ما يختاروش خاطر يقول لك هذايا ترى برشا في كل برنامج برشا اللي معناها اصله ممثلين اللي عرفناهم ممثلين نقولوش اصله ممثلين شفت هو يعني هو بيده من غير ما يشعر يعني تلقى جميله اصلها ممثله اليوم ولات مستنسخه منشطه كلمه اصل تعريف الاصل معناها اول حاجه كسلو يرجع لاصله يا حاج اول حاجه اصلك سيناريست انت صحافي لا اصلي صحافي لا صحافي ولد لبسي حاتم ايه كومون وقعت ما قابلتوش أيوه. من 2000 قبلت سنين وصل الفكره وصلك الفكره سي معز معناها يمكن لفيت زاد اللي ترى برشا وسط العام في البرامج خلي المخرج يقول يمكن متاكل ليماج نو جو كرو با انا في الحكايه هذيا لانه مش مساله خاطر انت متاكل فيش انت توا تظهر انا جو سوي ان انيماتور دو راديو دوبوي 4 ans دونك قاعد نظهر قاعد نتسمع اكثر من اللي نظهر يعني ميم يعني ما عنده حتى علاقه يمكن أنا نقول انديريكتومون اولا مش معناتها ما جاتنيش اقتراحات في العوام هذيا لكن بكل لطف ساعات ويعرفوا ويسمعوا فيا ومن غير ذكر المشاريع شنية ولكن انا نقول يعني تجربتي البسيطه تخليني على الاقل عندي مساحه حريه باش نختار العمل اللي نعتبر يلائم انا كممثل شنو حلمتي دونك ساعات لانه مجرد الظهور في نامبورت كومون ولا في اي دور ما يزيدني لا بالعكس ينقص اكثر من يزيد فما ممثلين غابوا لسنوات ويرجعوا باعمال مهمه وكانه ما كانه ما غابوش دونك ماهيش مشكله مع قله الانتاج ما نحبش نحكي فيه الموضوع دونك ماهيش مشكله فهمني يعني اخر عمل درامي كان معز عندنا فقره اسمها واحده واحده هي في الاصل استخدمها جميله ومهدي اليوم حاتم باش يعوض مهدي يعوض مهدي دونك باش توسع بالك معاهم وربي معاك نمشيو الواحده واحده ما نعرفوا اللي الممثلين جينيرالمون يبداو ملتي بولير معناها عنده انفصام في الشخص كيما انت عندك انفصام على العزوزه برشا عقل نحن عندنا انفصام في الاسئله نبدا لك بالسؤال الاول قديش عندك من ماشينا لافي في الدار؟ واحده مكسره وواحده قديمه تخدم تستعمل برشا صابون؟ تو ديبون انت والوسخ حاشاك حاشا من اسم باسم انت من بنزرت ما اي كسكرت لبلبي تفتفت فيه خبز كسكروت لبلبي تفتفت فيه الخبز بالحق ده موسك غارق نو اللي في صندوقي فوقي تولدت في ناس معزة لا ما نعرفوش شبيك ما استدعيتناش لعرض كتافك العرض كتافي لانه كتافي اقل عرض من وجودي تتعب تشكي نانا ولا الماما نشكي للعروي شكون حفر لك البيسين تاع دارك ما عنديش بيسين في الدار. مرتك تبعثك ساعات تقضي؟ ديما نقضي. من غير ما تبعثني بعث روحي وحدي. انت كالعزوزه ما يهمك في قرص؟ اكثر من العزوزه. قريت حتى الكاتريام ار؟ فتو الكاتريام ار. قريته وما قرانيش. اش تعمل كي يشدك ادريس دينيغ؟ نسامحه. تخاف من العين وما تشربش؟ لا. نشرب وما نخافش من العين فركه ولا عود حطب الزوز مع بعضهم كي تكبش في حاجه تقول لهم معز ولا طارو طارو وقتاش تنشر الصابون وقت اللي ينظف بلاش عصران انت عصامي ولا دردوري انا لا هذا ولا ذاك خرجنا من عنق الزجاجه ولا اخرجنا من بوشون كاسح راسك قريب من ربي كيفك الفركه الاولى عصرتها مليح لا لا صوتك عذب ولا يعذب يعذب وصلت للطاليه الثانيه وسخ الدنيا اش عملت به كله بقدير ربي شكون يفرك اكثر انت ولا العزوز انا نفرك اكثر اما خير تقبرني معز شو هتطلي ولا يا عمبوزينك؟ عمبوزينك اكيد هو صحيح غالي سلبي تقبرني
سربي والكفوس كيفاش؟ سربي والكفوس كان والله جمله ما شفتهمش. إيه بديتي حاضره حتى ما شفتهمش معز. ها ما شاء الله عليك. هذا تقطيق وهذه حتشيه جلديه يجاملوا فيا يجاملوا فيا والله يجاملوا فيا. باهي كنا نحكيو على الصوت وكله، مش مفلتتك اليوم يلزمك باش تغني لنا شويه. انت ناوي تطيح الاودينس نتاع؟ لا لا علاش؟ ليه بالعكس ناوي نطلع على الاودينس. توحشوا توحشوا صوتك وتوحشوا الطلة نتاعك. ان شاء الله يا ربي ربي ان شاء الله يقدرني. باهي نعملوا حاجه بحمد الله. سنرجع يوما سنرجع يوما. مقطع صغير. سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في ذائبات المنى. سنرجع مهما يمر الزمان. المسافة ما بيننا سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في ذائبات المنى. سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافة ما بيننا. يعطيك الصحة وشكرا على اختيار الاغنيه زيد. والله احنا نفسانيا واعلاميا عنا وجيعه في موقف محرج. صحيح. لانه كانه قدرنا يعني كمثقفين وفنانين اللي احنا احساسنا عام غير عادي يعني، وانه تتتالى علينا الخيبات للي حشاك الجلده سامحوني في الكلمه ولينا الجلده بهمت يعني فريمون تحفه. فمش فما بيت يجي في مخي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. تربينا مع القضية الفلسطينية كجيل، احنا كنا صغار في الأنشطة المدرسية وفي الأنشطة الثقافية، من غني وكان على القضية، من غني وكان على القدس، من غني وكان على فلسطين، ولكن كأننا خذلنا الأغاني وخذلنا فيروز. ونحكي احنا العرب والبورقة، وخذلنا ساستنا وحكامنا العرب. وللأسف يعني 100 سنة على وعد بالفور، وهو طبيعي وتمشي، والناس اللي تفهم في السياسة يعني منتظر ويمكن أكثر من هكا، ولكن ما حضرنا له شيء. ما حضرنا لهش لأنه سنبكي كالنساء على ملك أضاعه الرجال، يعني ما في شك هذا هو تمشي عادي. يعني الأمة اللي تقعد في انحطاط وما تحفظش كرامتها الاقتصادية واكتفائها الذاتي وتدافع عن هويتها الثقافية وتدافع على كل ما هو انتماء وأرض وتراب هذا هو يعني. ولكن التوانسة ما عادش تلقى من بعد كيفاش تتكلم يعني، يمكن مش رمي ورود. احنا كتوانسة وكنا نحكي أنا وجميلة عين في البطاطا وعين في الزقوق وعين في القضية زادة على غالب هكا ميزوجين يعني عندنا دونك فما وجيعه تحب ولا تكره وكل. اما بالحق جاي النهار اللي ولينا نقولوا يمكن الشعر والغناء وكل والتظاهر والبدل تصوير او حط وكل باهي، اما ما عادش يكفي معز وحده يعني. لكن مطلوب اما ما عادش مطلوب يعني مطلوب يعني يلزم خدمه على مدى بعيد، يلزم نفيق ويلزم ما دام ما عندك شيء ما عندك شو تعمل. نقتل الحلم زاد راهو
لأنه الإنسان مهما كان الإنسان الطبيعي والعادي يعني باش يعيش هو يعيش للحلم، لأنه عنده اللي غدوة خير، عنده اللي المستقبل ديما خير، هذا هو ويزم يعمل له. ما نجموش نستقيله، الحلم يلزمه خدمة، يلزمه هذا أكيد، ولكن ما نجموش نستقيله من قضايانا اللي توجعنا واللي تمسنا في بلادنا وفي البلدان اللي تحيط بينا وفي العالم العربي وفي الـ في الـ في, الـ في الإنسان بصفة عامة. أما زادة يمكن أول مرة زادة في حياة الإنسانية الناس تقول غدا مش خير، معناها أول مرة تصير، معناها الأجيال اللي سبقت الكل حتى والدينا نحن يقولوا ولدي مش يطلع خير مني. والله هو فهو أول مرة معناها حتى توا معناها حتى تشوف الناس حتى الوالدين بتاع توا يقول ولدي كيفاش باش يعيش نهار آخر، معناها السؤال هذا يتطرح. أما خوف مغلق. أنا ديما نمن نقول ما نعرفش، فما حاجة إن شاء الله نعيشوها، إن شاء الله نعيشوا عند كليك شنو يبدل هذا الكل في الخريطة العالمية الجيوسياسية. ما نعرفش كان صحيح الكلمة حاتم، أنا منيش ياسر سياسي برشا، ولكن نعتقد ما نعرفش علاش فما دكليك يلزم يصير، يمكن قوة إلهية ربي يرحمنا ويغزر لنا برحمته وخلي تتفضل قضايا هذية ويعود الحق إلى صاحبه يوما ما. لأنه لا أعتقد أن الناس وأصحاب القرار قادرون على التغيير. هذا إذا من القادر على التغيير يمكن الشعوب ما زال فيهم الأمل، ولكن أظن الحكام والسياسة أما القدم صعيب شوي، صعيب شوي، صعيب شوي. باهي باش نمشيو ما دامنا نحكيو في صلب الموضوع. حاتم يشطر مافيولا حرقها هو لما حالها ما نمشيو للمافيولا. باهي ماكم تعرفوا اللي القادة العرب ما هم زعماء كان في دقان لحنك، اما جاب ربي عنا رئيس السلطة الفلسطينية اللي شمها وهي طايرة ما بين يديه. شوف أنا ما يدل على جدية فخامة الرئيس أنه سيأتي بصفقة العصر للشرق الأوسط خلال العام. أنا شفنا وعشنا باش شفنا ذي صفعة العصر وكيفاش محمود عباس ما ترامبيش من دروس التاريخ وكيفاش زاد راعي السلام رجع لأصله، معناها راعي للبقر يحلف فيهم على وقية نخالة ويخوف فيهم بدولة عزرائيل. جاب ربي مرة أخرى لعنا نخبة إعلامية عربية قاعدة تنور في الرأي العادم وتعلم في الشعوب تاريخها، كيف معتز مطر اللي ذكر فينا إيش قالت أم آخر حكام الأندلس بعد ما سلم في عرشه. فقالت له أمه كلمتها التاريخية والتي تتكرر اليوم نصا: ابكي كالنساء، ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. ريتو النخبة متاعنا كيفاش مازال تعتبر اللي بكاء كالنساء هو قمة الإهانة للرجال. بعدش مصر ويا من مفاهيم عندها قرون جامدة ومعشة في مخاخ العرب ضربها السوس، هما مازالوا يفتيوا على البوس، وهل يجوز زواج المعزة بالعتروس؟ أما الحمد لله نخبتنا في تونس تعمل 66 كف خاصة في روضة مجلس الشغب. سيد الرئيس القائد يحصل الآن خارج قاعدة الجلسة أمر مخزي ومقرف وعار. أحد السادة النواب لن يعتدي على أحد زملائه السابقين وأحد المسؤولين في الدولة، وأنا طالب روح الجلسة. شفتوا كيفاش التلميذ النجيب نور الدين عاود لسيدو عبد الفتاح كيفاش زميله منجي حبي تتي صديقه إياد، يا أخي أحمد ولد جيران منجي ما سكتلوش ومشى يجري يشكي لسيدو عبد الفتاح. سيد الرئيس، أحد السادة الوزراء وأعني بتحديدا الوزير إياد الدهماني بلاصته في الجلسة العامة يقعد غادي مفضلكم. من اللي ترفعت المجلسة للي استأنفناها والمقرر يقرأ في التقرير وهو يتحرك بين النواب غزر له رئيس اللجنة طلب منه أن يلتحق بمكانه، ومن بعد أجاب السيد الوزير لرئيس اللجنة بحركة مش باش نقول لكم الحركة، مش باش نعاودها الحركة، كيف ما يقولوها الصديق وقت الضيق. وريتوه كيفاش صب بزميله إياد اللي بدأ العركة بعد ما استفزه بحركة
ويا من حركات زغزغية جابوا الدمار والدمار لأجيال قاعدة تجدر في تاريخ مبني على البكاء على الأطلال. وما يتحرر القدس إلا ما يتحرر القدس أمخاخ اللي ما نتبنوهم كان في العجر. حاتم بالحاج في المافيولا. طيب نتبنوهم. بنوهم. لا نتبننوهم. نتبننوهم. نتبنوهم. من البنة يعني. أي. أنا نتبنى. شفت عادة عندك نظرة استشرافية عرفت وش باش يعمل في المافيولا. ريت أنا مثلا حكيت ستبكون كنساء. مازال عندك شو معناها تبكي كنساء؟ قمة الإهانة معناها على ملك. حاتم هو راه وغزر. خاطر الراجل تبكي أكثر من الرجال. الراجل محليه كي يبكي. لا ما هو استقاء الصورة. استقاء الصورة من العصر هذاك لأنه مرارة الموقف. أبار هي تعبير المجازي. أنا معاك من العصر هذاك أقصد. توا نحن نحب نعيشوا كيما العصر كيما عاشوا جدودنا. مش ما با جدودنا يمكن كانوا خير منا. اما جدود مئة سنة فما مفاهيم راهي تكسر بدل. فما مفاهيم يلزمها تتبدل. مازال عندنا زاده خلط ما بين العباده والتقديس. فما حاجات مقدسه اما فما حاجات تعبدها. مازال عندنا خلط معناها المفاهيم مازلنا رمينا ما فارقناهاش. وانا حتى كي قلت على مجلس الشعب التونسي والصراعات اللي فيه انا نعتبر اللي اغزمو في بلادنا جات ثوره اللي باش برشا اراء تتصادم خاطر نحن كل شيء اوحد. عندك إيه لكن كل شيء أوحد. الحاكم أوحد. الحزب الأوحد. عشنا درا قداش من عام واحد برك يقرر في بلاصة العباد الكل. ما فماش اختلاف ويعطيك حاجة مقدسة يقول لك ما تخرجش منها وذيك الخطوط الحمراء ما تتجاوزهاش. شكون قالك اللي احنا مش في العهد الأوحد؟ لا من لا نحن في عهد توا معناتها لا 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 لا, لا. أو توا فما آراء مختلفة فما ناس تتكلم بفتلي نحكي ونتكلم وأحزاب وبرشا أحزاب أي. كيفاش؟ فما زاد حاجة أخرى أنتم متخالفوا وأنا نعمل اللي أما عندك وسيلة زادة باش تاخذ الله يرحمها وسيلة برقيبة اللي عندك طرق معناها وسيلة صحيح إي ما نتصورش موس ان شاء الله ما نرجعوش تقول لي لا ما الرجوع ان شاء الله ما نرجعوش ما فماش اما الوقت الحالي برشا باش توصف الوصفه كيكا لا طبيعي الرجوع ما فماش حضاره ترجع بالتوالي يعني خاصه حتى كان فما رجوع باش يكون ممكن بعد عشرات وعشرات السنين اي سياسيا بيصير ولكن سياسيا ولكن يعني وقت اللي منين يطمئن الشعب هو وقت منين يجبد الاطمئنان نتاعو على مستقبله وعلى مستقبل ولاده على البلاد على كل نقولوا احنا على حياته في القريب ان كان عاجلا ام اجلا يعني يجبدوا وقت اللي راه الطبقه السياسيه شنو احوالها وقت اللي ترى انت الطبقه السياسيه تو مشهد كيما هذايا تولي عندك نوع من اليقين اللي حقيقة لن يتفقوا يعني ب ب ب يعني وترى حتى طريقة الأساليب ولا ترى مثلا عركات مش بالضرورة يتفقوا راهم لا مش هو على هو هو راهو بين الاختلاف بين هو الاختلاف كيفاش شكله الاختلاف كيفاش يمكن مازلنا ما استنسناش مازلنا إذا احنا لتوا سنوات نظموا أكثر وما عرفناش يعني فن إدارة الاختلاف نتاعنا إلى الآن أنا با أدب أما راهو مش وحدنا فما برلمانات أخرى حتى من الثورة ترى فيهم العجب إي لكن عندنا مشكلة زادة في تونس مازلنا ما نقبلوش الرأي المخالف إلى الآن مازلنا ما نقبلوش الرأي المخالف صعيب ياسر هي إيه مع عشرات سنين راهو نقدسوا في رأي برك يعني شي يلزمنا سيدي خويا يلزمنا وقت يلزمنا وقت يلزمنا مازال بقدر الخير تبع السياسة ولا ليه؟ شوي شوي